على شط الحلة يبكي ويتباكى. لماذا لا تنتبه الحكومة المحلية إلى هذا الإرث التاريخي الذي فيه أثر بابل؟ كذلك هذا الشط فيه صحة وبناء لأهل بابل. نلاحظ أنه يمتلئ الركام قطعة قنينة الماء تبقى 150 سنة حتى تستهلك في هذا الشط. يحتاج إلى التفاتة من الحكومة المحلية والحكومة المركزية، كذلك إلى منظمات المجتمع المدني والمجتمع الحلي. المجتمع الحلي يجب أن يقف وقفة حقيقية. أيضا هذا الشط إذا تلوث الماء ودخل بيوتنا التلوث، نحتاج إلى وقفة حقيقية، نحتاج إلى دراسة طبية. أخواننا الاختصاص، اختصاص البيئة، الذين يتحدثون عن القيم، يتحدثون عن الضوابط البيئية. أصبحت المدينة بدون ضوابط بيئية. النهر هذا يغذي كل منطقة الفرات اللي تابعة للحلة. حاليا هسه النهر أنا أشوفه يحتضر، يعني وأتألم عندما أمر هسه من النهر. يعني يمكن هسه الأخوان كلهم في هذه الفضائية يلاحظون الأزبال والهاي لحد الآن متراكمة حول النهر. لا يوجد تكرير، لا يوجد إصلاح للنهر. كثير من الموجوده من مصب النهر لحد الان، يعني من منطقه السده والمسيب، بعض المعامل تذب سمومها في النهر، وهذا اذيه على الحيوانات الموجوده بالنهر، واذيه على اللي يستخدم كماء شرب. يعني هذا مخلفات تظهر بعد سنين متعدده. والله هذا نهر الحله يعني انغدر حقه هوايه، وهاي الناس يعني قاعده يهم القريبين قاعد يذبون نفايات بي، وهذا يعني خراب على الدولة كشيء عام، وخراب على الصحة. يعني يقعد قاعد يسوون تصفية بالمياه، ودع يعني أكثريتها دعت من هاي الماي مال البوري ودعت يتخربطون. فهاي يعني أبد ما دع يهتمون بالنسبة على شط الحلة، لا البلدية ولا يعني غير البلدية. فغير يعني يطبقون العدالة، يطبقون النظام، الشيء الواجب على المواطن.